يا مساء الخير على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم التجمع السادس. زي ما عودناكم في برنامجنا التجمع السادس كنا بنناقش قضايا اجتماعية كتير بتخص الراجل والست، لكن في حلقة النهاردة احنا حبينا نقدم حاجة جديدة أو حاجة ترفيهية شوية. فقررنا ان احنا هنلعب معاكم لعبة هتكون بمشاركتنا احنا الستة. وقبل ما نبدأ اللعبة دي حابة أوضح لكم نوع اللعبة هيكون إيه. إحنا اللعبة معانا النهاردة هتكون عبارة عن أسئلة هيسألها يعني طرف وطرف هيتسأله، واللي مش هيجاوب هيتحكم عليه وهيكون معانا على الهواء الحكم. فعشان نوضح أكتر اللعبة دي حابة أبدأها الأول مع نورهان. إيه رأيك يا نورهان؟ يلا مستعدة؟ مستعدة. ربنا يستر بقى، عشان إيه؟ الأحكام دي اللي أنا خايف منها، مش خايف من الأسئلة قد من الأحكام دي. لا لا يلا بسم الله. يلا بينا. أول مرة توصل مصر لكأس العالم كانت سنة كام؟ أنتِ بتهزري صح؟ طب على فكرة إحنا كان المفروض نعمل جايزة بقى للي هيرد مكانها لو عارف الإجابة، أنا عارف الإجابة. أنا آسفة بس يعني معلش ممكن تغير السؤال. مفيش مصادفة. يلا نور، يعني إحنا يعني أنا شايف بصراحة إن إحنا لو مش عارفين الإجابة ندخل على الحكم على طول عشان وقت البرنامج. ممكن تساعدني على فكرة، ممكن تساعدني. مفيش مساعدة. لو ساعدتها هيبقى لي جايزة مش حكم. مفيش مساعدة بقى لي، أنا عايز أحكم عليها. انا هجاوب الاجابه بس انا اللي اختار الحكم. خلاص. لا طبعا ده انت وقعتي في المهاب. جاوب يا مهاب. 1934. متاكد؟ شفت الشطاره؟ يعني لا شفتوا الشطاره؟ دي معروفه، دي بصراحه معروفه جدا. فانا كده بقى هدي الحكم لمين؟ ندي الحكم لمهاب. ايه ده ايه ده؟ ترى هيتحكم عليكي ايه؟ اقرا. بسم الله بسم الله بسم الله. اتوبيس كومبليت حرف الكاف. في كرمة، كريم، أكلة كراميل، بلد كوريا، إيه تاني؟ جماد كرسي. حيوان. حيوان كلب. احنا سقفناها يا جماعة. أوكي السؤال التاني هي الفورة من ثلاثة. أوكي بعد الثلاثة بقى حياتي. كم عدد ألوان قوس قزح؟ يعني سبعة. معروفه هو اصلا. لا يا خساره ما حكمتش عليها يا خساره. هو ده سؤال؟ شفتي حظها ده صعب قوي. ما بلاش استني نشوف الثالث. طب انا عايزه اقول لك ان انا يعني كنت بتلخبط سته ولا سبعه عشان بس انتوا عارفين البنات اصلا مركزين قوي في موضوع الالوان يعني. اوكي ايه الحيوان اللي عنده اربع رجول ومش بيعرف يعوم؟ الجمل. لا برافو عليك. لا انا كده مش هعرف احكم عليها. برافو عليا يا جماعه. تمام انا كده سالتك يا نورهان، الدور عليكي ان انت تساليني ثلاث اسئله بقى. اسفه ممكن بس تديني الكارت ده؟ انا حابه ان انا اسالك من الكارت ده. بوسه. واضح انه النهارده ما فيش حد جاي نيته كويسه. طيب هو مشهد من فيلم انا اتغيرت علشانك. الباشا تلميذ. شاطر. اتغيرت عشان هي بسيوني. ماشي اسم بسمه في فيلم الناظر. نهار ابيض. صعب. هو ده موجه لمين بقى عشان ده اللي هيتحكم عليه؟ السؤال ده موجه لمين؟ انا عايز اقول انا بفتكر اسم الصبح بالعافيه. ايه ستوب واتش لو سمحتي معلش بعد اذنك. اسم بسمه في فيلم الناظر. يلا يلا الحكم يا جماعه والله صدقوني احنا يعني هي مش هتعرف تجيبه. يا جماعه انا بفتكر اسم انا عايز اتفرج على فاطمه وهي بيتحكم عليها. طيب المهم تتطهرنيش. 10 عارفه. ماشي معتز كان بيقول لطارق قرش الحشيش اسمه ايه في المكتب؟ كابتشينو. شاطرة. معلش في حكم. حكم واحد. في حكم بعد اذنك. دي الاحكام صح؟ اها. اوكي. ربي تنزل 10 ضغط. مش بقول مضطهدني من اول الحلقة يا جماعة. مصيبة عملتها وانت صغير. اوبا اعترفي. سامحيني يا ماما انا اللي كسرت نص الصيني. دي بلاوي يا جماعه. لا وكنت دايما ابقى عامله نفسي نايمه انا مش واخده بالي ان في حاجه اتكسرت اصلا. يا اما لصمها ماشي واي حد يجي يمسكها تبقى وقعت منه. هي ماما عرفت الموضوع ده ولا تعرفه من هي هتعرفه دلوقتي بقى يعني. تمام دور عليك بقى يا مواد. مش انا ممكن اسال ايه سؤال ليك من هنا ولا من هنا؟ لا من هنا. هنا؟ اديله. لا معلش انت ما عدد الجيوب الأنفية للإنسان؟ الجيوب الأنفية للإنسان
تقريبا جيبين قدامه وجيبين وراه حاجه كده. انا مش عارف ايه يا جماعه الاسئله دي. عدد 4 جيوب. مين ده؟ مين الفاضي اللي قاعد يعد الجيوب الامثيه كام جيوب ده؟ لا الحقيقه مش عارف. حكم بسرعه. طلعي الحب بس طلعي. هتنزل انت 10 ضغط بقى اللي بعديه. لا كارت ولا برضو هنا؟ لا كارت بقى حاجه حلوه من اختار لك اورنج. الحلو الاورنج اللي هناك ده. هو بيحب الاورنج شكله. اوكي. كلمة هقرا لك حروفها بالمشقلب. تمام؟ بالمشقلب عشان اعمل ايه بقى؟ ر ي ش ا ب ط. بسرعة. ريشة ايه؟ معلش. ر ي ش ا ب ط. ريشة ايه؟ ريشة ايه؟ طلعي الحب لازم. ر ي ش ا ب ط. ريشط. مش عارف. لا هو اصلا التايم انتهى تقريبا. انتهى. ايه بقى؟ تباشير. اوكي. طيب يوقف العربيات في الشارع. السايس. لا الاشاره. ضابط المرور او عسكري المرور. برافو عليك. ممكن تحط لي اغنيه معايا؟ كلمه معايا في اغنيه. خليك معايا عمرو دياب. لا غنيها. يعني غني حته كده صغننه. مش سامع كويس. لا الحقيقه السمع تقيل في الحته دي. سمعك يا جماعه انا مش طالع عشان نضايق الناس، احنا طالعين نفرح الناس. احنا ممكن اعمل لكم اي حاجه ثانيه غير موضوع الغنى ده. طيب بيتحكم عليك بقى يعني. اختار الحكم بتاعك. انا اللي اختاره؟ برضه. اقلب ولا بالبركه؟ براحتك. يا رب 10 ضغط. قلد ممثل او مغني. نفس الشيء بإيدك. يعني نفس الشيء. سبحان الله. مش هينفع والله. يعني احنا مش هنضايق حد. خلاص غير وغير وغير. ممكن نقلد ممثل او مغني. انا ممكن اقلد محمد منير. اتفضل. يلا اتفضل. حلو ده. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنة. طب والله جدع انك انت هتقفلوا يا جماعه. لا برافو. دور عليكم بقى يا بنات. يلا بسم الله. اختار. لا معلش مهاب هيسالك. اسالني يا مهاب. تحبي منين؟ من هنا؟ اسالها من هنا. البصه دي مش مطمنه. طيب حلو قوي السؤال ده. فتره الحمل عند الارانب كام يوم؟ كام يوم اصلا. شهر. لا ممكن يكون عدد شهور، فتقدري تقوليهم كام يوم يعني بالعدد؟ 12 يوم. 12 يوم ده ما لا 32 يوم ونرجع يعني. 32 يوم. الاجابه غلط. ماشي. حد عارف الاجابه؟ 30 35 39 شهر. 30 30 اه الاجابه صح. طب ما هي 30. قالت 32. طب هم رقمين. لا حدثين جوه وبره يا ابني. لا حكم يا جماعه. انا طالما اتحكم عليا حكم مش عاجبني كمان. ثانيه ومجمع لها الاحكام. هاتي بقى واحده من لا انا عايزه دي برده. عايزه دي برده برده. معلش. طيب ممكن نجمع لها من الاحكام دي؟ ما هو يبقى حكم يعني. احنا بنجمع لك تاهبا يعني. الفوشي هو عشان ان شاء الله يبقى ماشي. ان شاء الله يبقى حلو. قول اسم الدلع زمان والدلع دلوقتي. زمان ودلوقتي نونا ما اختلفش. هو الحمد لله. سهل ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اسم دلع قبل كده؟ لا صلي الفجر ولا ايه؟ طب معلش يلا اسالني تاني. طب سؤال من هناك بقى ولا من هنا؟ من هنا. انا مطمنه مش عارفه ليه مطمنه لذيذ. اول من السؤال اللي فات مطمنه جدا. كنا خدنا لها من الاصفر. ماشي. اين يوجد اقدم متحف في العالم؟ متحف الاسكندريه في مصر. ده اقدم متحف في العالم متاكده؟ لا. اين يوجد اقدم متحف في العالم؟ اسكندريه. ده ايه ده؟ في اسكندريه. انتوا طلعتوا عارفين فعلا. طب ايه يا جماعه مش كنتوا تشككوها شويه يا جماعه؟ يمكن قالت حاجه غلط. خلاص يلا الدور عليكي بقى لرني. يلا هدها. لها او تبتدي بايدك اليمين. لا ده بايدك اليمين. حاول بايدك اليمين ودي الاحكام. ما تخافيش يا رنين. لا انا خايف. ما تخافيش.
ما تبصيش. هو بس ما تبصيش. فاجئني. مين اللي اخترع التليفون؟ السؤال اللي بعده. يلا بينا. انت تلقائيه في عدم الرد دي. احنا مش هنوجع دماغنا دلوقتي. كم قلب يمتلك الاخطبوط؟ 8. غلط. الاخطبوط معروف ما عندوش قلب ولا رحمه. غلط. هو 3. هو عنده 3 قلوب بجد؟ اه. حضرتك سؤال هتقطعك فيه. لا معلش خديلها مننا بقى شويه. تبدلي شويه؟ لا متفائله؟ لا هو انا ممكن اختار لك كارت. مش متفائله. خبي خبي دي شايفه. طير من الطيور بيوصل لاكله بصدى صوته. الخفاش. صح شطوره. طب معلش بس برضه هتعاقبي. برضه هتعاقبي. هنتعاقب برضه. هو يعني الوان عندك كلها اخترتي ده؟ معلش. اتكلمي بلغه عربيه لمده 20 ثانيه. ما اخترتيش. ما استنيش بقى. استني بقى كده عشان ايه 20 ثانيه تتكلمي لغه عربيه. هنسمع دلوقتي بقى اللغه العربيه. يلا ابدأي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. وها قد شاهدتم للتو سوف اتكلم معكم باللغه العربيه الفصحى لمده 20 ثانيه. وها قد مرت ال 20 ثانيه. شكرا لكم جزيلا. هي ما مرتش بس ماشي. هي ما عدتش على فكره. بس هي للتو دي خلت الموضوع يعني موجود. اخد رونق بقى. احنا واحده للتو وخلتنا شايفينها 20 ثانيه. شايفينها بالجد يعني. طب يلا يا رنيم اسالي. يلا يا رنيم. الكروت بقى بعد اذنك. الكروت؟ اه ماشي. انا ممكن اختار. انا حبيت ال ده ممكن ده. المشهد اللي كان عادل امام بيقول فيه للراجل اقلع كان مشهد من فيلم ايه؟ اه كان اقول لا معلش. وبيشرب شيشه. اه عريس من جهه امنيه. صح صح. يعني شكرا للتنبيه. المفروض على فكره في تايمنج انا اللي كان المفروض اقول عشان نحكم عليه. على فكره ما عديتهوش. طيب قول خمس. قولي خمس اسماء من ابطال الباشا تلميذ. بسيوني. حازم. صح. ايه بعيد راح. نجدت. نجدت. اه ايوه نجدت. شاطره. مين تاني؟ كانت اسمها ايه؟ مش عارفه ايه. بسيوني. بس جميله. مين؟ لا مش جميله. لا استوني. انت ليه مش ماشي السبوتش معانا ليه؟ هي خلاص عدت ال 20 سنه. يلا يلا خسرتي. السؤال اللي بعده. بس جبت شويه اسماء يعني. أوه. الحمد لله. لا برافو عشان كده نشوف لها حكم كويس. ده طلع لها 2 ان شاء الله. بركه. ربنا بيحب. انا بركه. اول مسلسل اتعرض على شاشه التلفزيون. اول مسلسل صعب. طالما كلنا مش عارفين يبقى نسيبها مالناش دعوه. لا استني. كان فيلم مصري. ما هو مسلسل. لا مسلسل مصري اتعرض على شاشه. كان لفريد شوقي اسمه الهارب من الايام. لا صح. بس هو أيوة. الهارب من الايام كان عبد الله غيث. مش فريد شوقي يعني. لا المهم هو الهارب من الايام لانه هو معروف انه ده اكتر مسلسل اول ما اتعرض كل الناس كانت في البيوت متابعاه كويس جدا وعمل نجاح. فضل يتعرض لسنين طويل. كده كده هتتعجبي. لا بس شاطره والله. كده او كده هتتعجبي يعني. انا طيب دارسه جوه وبره يا بنتي. ما شاء الله. مسجله اسم حبيبك ايه على الموبايل؟ الحمد لله ما عنديش. لما يبقى يجي بقى هقول له ارنوبي. طب هقول له ارنوبي. الترند الجديد ارنوبي. مستقبليا هتسمي ايه؟ ارنوبي. ارنوبي بجد؟ او سنجوبي. طب هو هيرضى باسمنا؟ والله في بيرضى. انتوا مش عارفين. انا لو منه هطلع على طول. طلقني هالحين ما خلينيش احط التلج في قفاه. الحكم بتاع فاطمه هيكون ايه ان شاء الله؟ احنا حكمنا اهو. انت عايز تحكم علينا؟ لا اصل ده سؤال يعني. لا 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 يا فاطمه. لا يا فاطمه تتحكمي معلش. ده سؤال وحش ما عجبنيش. خدي الحكم في ان هو لا ده مش حكم. ده سؤال. صح ده سؤال. هما مستقصدينك النهارده. بيس كومبليت حرف اللام. حرف اللام. لما جاهزه؟ لا لا انا بس عايزه حد يديني الترتيب. عايزه بس حد يديني ولد بنت ولد ولد بحرف اللام.
اللي بيغني ده؟ لا لمعي 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 ليلى لمعي وليلى ادوني الترتيب. جماد لوحة حيوان لاما اكلة لوبيا بلد لبنان حيوان انت قلت ايه بقى؟ لاما. مين لاما دي معاك؟ عارفين امبراطورية كاسكو هو ده حيوان كده هناك. لا بس برافو برافو ماشي وما جبتش ال 30 ثانية برافو عليك شطورة. طيب استريحتوا كده؟ اسألي نورهان بقى ولا بلاش؟ لا ده انا هختار لك الاورنج دي انا حباها قوي برضو دي يلا الكلمة برضو بالمشقلب زي ما عملتي في مهاب بيطلع عليك يا نورهان. الحمد لله ماشي انا موافقة. راء ياء دال لام واو كاف. ستوب واتشنج يا بنتي. ايه؟ راء صعب قوي. ياء دال مدير. لا برافو عليا سهب ليا يا جماعه وقفي الستوب واتشنج. اكله دايما بنحطها مع الحمام او الحريق. الدرجة دي كنت واضحة للدرجة دي. الحمد لله مش هتحكم عليا. يعني ودي انا مش عارفة اوضحها لك ازاي. هي دي اغنية. كلمة. حطي لي كلمة اسف في اغنية. اسف حبيبتي الوقت فات. طب دي انا بص انا عايزة احكم عليها. انا اسفة يعني انا جاوبت صح يا جماعة. عايشين الدور. لا معلش الدور. معلش. عيش الدور. انا عملت قلت وانا كنت لا ده كان حكمك. معلش كان معلش طالما طلع اغنيه تغني. لا معلش. طب استني بقى نسال واحده من حمرا عشان انا حبيت الكروت قوي. لا ليه تاني؟ انا حبيت الكروت. ممكن انت عايزه تحكم عليا. المشهد من فيلم ايه بيقول له فيه الله 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 بتاع الراجل الابيض المتوسط. ايوه الله الله. ايه ده بجد؟ الراجل الاوزع ده القصير ده. طب يلا اسم الشخصيه في فيلم الليمبي حلا شيحه كان اسمها ايه في فيلم الليمبي؟ نوسه. ايه ده؟ ده هيتحكم عليها. انا فخوره بيكي. ده انت هيتحكم عليكي حالا بس افضالك. ماشي. فيلم الفيل الازرق رقم العنبر كان كام؟ هو حاجة وخمسين صح؟ لا هو مش حاجة وخمسين والستوب واتشنج انت متأكدة انها شغالة؟ لا سلطة ثابت عليا. طب كان حاجة وايه؟ لا هو مش حاجة خالص الصراحة يعني. عنبر سبعة يعني ولا ايه؟ لا انت عايز تحكمي؟ تمانية؟ طب على فكرة انا يعني هبتها كده. لا هي غرب تمانية. غرب تمانية. طيب يعني اسمحوا لي احكم على اثنين. اثنين مين؟ انا وانت. نورهان نورهان ليه بتجاوب غير دوره؟ بيجاوب مش سؤال مش سؤالها. اتنين في واحد. معلش يعني بصوا هخيركم تحبي لون ايه؟ اخضر. وانت يا حبيبتي؟ هو ده كشمير؟ مش مشكله هنمشيها بس نحكم الاول على نورهان عشان هي استفزتني شويه. اتكسرت القواعد يعني لازم تتحط بصراحه. نورهان اغرب حكم اتحكم عليك في لعبه الشاي. اغرب حكم اتحكم عليك في لعبه الشاي؟ ماما قالت تطلعي البلكونه وصوتي نفع علينا الناس. ماما البلكونه نفع علينا الناس. بتصوت عشان هي مش بنتي. انا عارف هي عملت كده ليه عشان تخلي الناس تبطل تفتكر ان هي اللي دايما بتصوت. تفتكر ان انت ثانيه بس هي ماما كانت بتلعب معاكوا ازاي؟ ايوه وايه اللي حكى تقريبا كنت عايزه تتخلص من نورهان حاجه زي كده. اموريني انت حلت شخصيه مين قبل كده؟ انا شاكه فيك وانت اكيد انت حلت شخصيه حد. انت يعني ممكن اقول ماما. الامهات يا جماعه النهارده برضه ماما. حابه اوجه كلمه يا ماما خذوا بثأركم يعني يلا واحده تقول عليك الثانيه انت شخصيه. ماما برضه الفيزا انت عارفه طيب محتاجه. لا بلاش دي انت لعبتها قبل كده حرام. طيبه والله. طيبه قوي. طيب مشهد من فيلم كان فيه اسمه ايه ده؟ لا مش عارفه استعين بصديق. مش لازم تقولي هو مين. قولي المشهد اللي هو كان بيقول انا الحمد لله ما باكلش شطه خالص. ما باكلش شطه خالص. كان رامز جلال ما باكلش شطه خالص في الفيلم. في الفيلم يعني انا نفسي اساعدك بس كان مع نيلي كريم وقعد ياكل شطه. لا 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 ما باكلش شطه خالص.
ما تقولوا ما اعرفش ولا هو المساعدات للبنات بس والراجل الوحيد هو اللي دايما مظلوم. لا خلينا على النطاق ده شويه مهبه. طب ممكن نغير السؤال وعد اخد حكم بس يعني نغير السؤال. هسحب لك كارت برضه ماشي. انا حلوه اموت بغيظك. انا حلوه اموت بغيظك. اسئلتك عنيفه قوي يا محمد. اسهلها لك. كان في سؤال كده انا سالته عن فيلم حد كده وقلت اسم الفيلم وهي ما عرفتش تجاوب. اسم مين في فيلم ايه وهي ما عرفتش؟ الباشا تلميذ؟ لا ما احنا اتكلمنا. لا كان الفيلم هي ما عرفتش تجاوب عليه. احنا اتكلمنا عن فيلم ايه؟ انا مش فاكره. بسمه. فيلم ايه اصلا اللي يعني خلاص كان ايه بقى؟ طب يعني بسمه ناظر صح؟ ناظر. ماشي. طيب يلا بقى حان وقت الاحكام. يا جماعه الاسئله كومي. اللي بتسالها يعني مختلفه تماما عن الاسئله اللي بيسالوها البعض. يعني انا يعني قصدينك جايين قصدينا ده بنعترف ان في عنصريه دلوقتي. معاك اربعه هنا حوا افتكر ادم واحد يعني ظلم ظلم. مهاب غني. لا انت ممكن تنقل الحكم ده لفاطمه وتخلينا كلنا مبسوطين. ايه يا ماما يلا يا فاطمه. حلو جدا. بسرعه يا فاطمه ابتدي. يلا بسرعه عشان اخر دقيقتين كده معانا. فاطمه يعني حضرتك على اللي انت عايزاه. طال الجهد. اغني لكم كرتون يا جماعه بما ان انا كنت بحب الكرتون. خلاص ماشي هتوافقوا. مفيش مشكله. اتفضلي اوكي. حابين تسمعوا انتوا الكتاكيت؟ لا لا عايزين اغنيه حلوه. عايزين انت صوتك حلو اصلا فاحنا عايزين اغنيه. على فكره في ناس كتير عجبوها اغنيه غنيتيها قبل كده في حلقه فاتت ممكن نسمعها تاني. يا شمسي من ورا غيبي برضو. طب ما ننوع زي ما هي عايزه. بقول لك ايه بمناسبه عيد الحب بقى غني لنا حاجه لعيد الحب. ايه رايك؟ يا شمسي من ورا غيبي. مش قوي. هي حافظاها كويس وحلوه. مش حب قوي كده. بجد طب انا مظلوم على فكره في الحلقه دي حتى الطلب اللي انا بطلبه غني. خلاص غني له يا شمسي يا منوره غيبي. هو معانا؟ كرتون ماشي. يلا القناص انا بحبه بقى يا جماعه. قد لمعت عينا بالعزم انتفضت يمنى في هدوء الليل من هو الصامد المغامر في وجه السيل يبعد عن عينيه الراحة يتحدى خصما في الساحة يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. حلوة قوي. كانت تنفع لغة العربية الفصحى. يعني نبدل الحق. يا جماعة شغال يا مهاب انت بتخدعني. لا لا شغال. يا جماعة انا اظهرت مهاراتي في اللغة العربية يعني كفاية ان انا اتكلمت. طبعا طبعا. شادين ولا ايه؟ للاسف. بس يا جماعة احنا وقتنا بجد خلص. عايزة العب. احنا مبسوطين جدا جدا معاكم النهاردة ويا رب تكونوا اتبسطتوا معانا باللعبة اللي احنا لعبناها دي ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة يوم الجمعة الجاية. استنونا.